حفل أوركسترا ماري اليوم بعنوان مدينتي. هو برنامج مثل كل مشاريع أوركسترا ماري اللي بتقدمها، يلي بتحمل عناوين من أجل إضافة هذا البعد الدرامي وما يدعى في الـ في الـ في الـ في الغرب بالبروجرام ميوزك، يعني الموسيقى المبرمجة مسبقا دراميا. البرنامج نحن عم نحاول نقدم فيه حياة الشباب، يعني حياة الشباب والصبايا خلال سنوات الحرب، بعض من زواياهم، ليست كل الزوايا. العمل بشكل عام هو فريد من نوعه أكيد، بالمايسترو مع المايسترو رعد خلف، وكمان البرنامج كمان كثير فريد من نوعه مثل ما شفتوا مدينتي اسمه. وهلق حتى المقطوعات كثير كمان يعني مميزة وفيها لمسات يعني أكيد من الأستاذ رعد، وكانت كثير مشاركة حلوة. دخل الآلات الشرقية للعمل، تمام، فحتلاقوا شيء جديد، والعمل عم يحكي عن مدينتي اسمه، فعم يحكي عن سوريا وعن الوضع والأحداث بالبلد. إن شاء الله في شيء بيعجبكم يعني، وفي شيء جديد. Thank you.